من جهته عبر مدير الصحة لولاية البليدة أحمد جمعي أنه لحد الساعة لم تتلقى مصاريحه أي حالة وباء جديدة، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتحليل السريع لضمان تفادي تكرار التجربة التي عاشتها الولاية. طمئن المواطنين وجميع المواطنين على ولاية البليدة أنه منذ 3 أيام لم نستقبل أي حالة. الواد ابن عزة بعد ما أصبح هو يعني اللي الميكروب موجود فيه وهو السبب يعني اللي في وجود هذه الميكروبات على مستوى المرضى، كما كانت تدخل السيد الوالي أنه الإجراءات الاستعجالية تم أخذها، تم تخصيص مبلغ ما 6 مليار لتطهيره وتنقيته وتغطية بعض الأماكن فيه، وبالتالي نطمئن المواطنين أنه بعد الشولاج تاع الواد بعد يعني الديسبوزيت تاع الشولاج لكلوريد دوشو اللي راه وضعناها وضعتها مصالح المكاتب الصحة البلدية على مستوى كل الأودية، نطمئن المواطنين أنه هذا الكلوريد دوشو يقتل كل الميكروبات وما يخلي حتى ميكروب.